الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه ما شرد بعض. لقد حالت ظروف الوباء دون استقبال الأفواج الأخيرة من خريج المدارس والمعاهد العسكرية والأمنية والترابية، ويسعدنا أن نلتقي بكم اليوم لأداء القسم أمام جلالتنا بصفتنا القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. ومما يزيد من اعتزازنا ما وفرناه لكم من تكوين حديث وتأهيل مستمر، وما تتحلى به قواتنا من تجند ويقظة والتزام في النهوض بواجبها الوطني. وقد قررنا أن نطلق على الأفواج الأربعة من 2020 إلى 2023 اسم صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، اعتبارا لمكانتها لدينا ولدى شعبنا الوفي، وتقديرا لما تقوم به في مجال الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية وفي خدمة قضايا المرأة والطفولة. فكونوا رعاكم الله في مستوى ما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقكم من استقامة وانضباط وغيرة وطنية صادقة، أوفياء لشعاركم الخالد الله الوطن الملك. راحة لكم القسم. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أخلص لله ولملكه، أن أخلص لله ولملكه، وأن أتفانى في خدمة وطني، وأن أتفانى في خدمة وطني، ودفع كل خطر يهدده، ودفع كل خطر يهدده، وأن أنفذ أوامر، وأن أنفذ أوامر قائد الأعلى صاحب الجلالة، قائد الأعلى